طلع كلهم من جوه احمد وسميه وساره وطلع وراهم رافض قرب من يارا وقال لها ممكن تسامحيني انا والله ما كان عفوا نعتذر لقد قطع الاتصال بس احب اقول لمتصلنا العزيز يا راجل ما فيش حاجه تستاهل وبعدين اللي ما يجيش بالراحه يجي بالعافيه يبقى هتسامحيني بالراحه لا هحضنك بالعافيه وبعدين حضنته ربنا يبارك فيك يا بنتي قطع تفكيرهم صوت يوسف طب وبالنسبه للغلبانه اللي ورايا دي مش هتصلحيها بصت يارا ليوسف كانت اروى مستخبيه وراه عينيها كانت حمراء ومليانه دموع آه في ايه يا بنتي مين دي يارا هو ايه اللي مين انت مش عارفاني طب ازاي ثانيه واحده كده رفعت يارا ايديها ومسحت الدموع من عين اروى اه كده انا عرفك دلوقتي وحضنتها يارا وحشتيني يا كلبة البرك بدلتها أروى الحضن وانتي وحشتيني يا معفنة الجبنة بعدت يارا عنها وسقفت كفاية كده بقى عشان غسلنا الوسخ بدأ يطلع قال لها يوسف طب بالنسبة للعبد الغلبان اللي هو أنا مش هتسامحيني تبع أنه ملجأ حضرتك لا دول لقوني جنب المعهد اليهودي أنا قلت كده برضو أخرج تخصص متسولين مش كفاية بقى ده كان صوت آدم ومليان غضب يرد جهله ادم امال فين الولاد كرم وطمطم وزياد فين زياد عايزه اشوفه قالت لها اروى سبناهم جوه يعني على ما نشوفك كبر يا اروى شقي ولا مش شقي بيتكلم ولا لسه لا ما تقلقيش يعجبك قوي بدا يتكلم مخبط كده بيقابلني لو فهمتي ده احنا هنتفق قوي يلا بقى هنتأخر دخلوا ساره وقالوا عشان يجيبوا الولاد كان في ثلاثة عربيات ركب يوسف عربيته وركب معاه رأفت ومعاه أروى وزياد ركب أحمد عربيته ومعاه سمية وسارة وأولادها ما بقاش غير يارا وآدم مسك آدم إيديها رايحة فين؟ هركب مع بابا انت ليكي راجل مش كيس جوافة ما تقولش على نفسك كده انت كيس برود شنطة جليد مخزن رخامة سيب ايدي انا هركب مع بابا ضغط ادم على ايديها وركبت معاه العربية غصب عنها بصي احنا دلوقتي هنروح على الفيلا وطبعا هتتعرفي على عيله مش عايز جنس مخلوق يعرف حاجه فاهمه؟ فاهمه يارا انتي ما بترديش ليه؟ ماليش مزاج ارد اصلي مش بحب ارد على الكلام اللي ما يعجبنيش امم يعني كلامي مش عاجبك؟ طب تمام هتصرف انا واخليه يعجبك مسك التليفون وطلب يوسف ايه يا ادم خير؟ اسبقني على الفيلا ووصل بابا وعمه احمد لفيلتهم وانت عارف الفيلا بتاعتك ورا بتاعتي على طول وانا شويه وهاجيلكم ماشي خير في حاجه لا لا حاجه هبله كده هحلها واجي تمام ربنا معاك اسال ادم الخط وفضل يبص ليارا في قمه غضبه وكلم احمد خير يا ابني عمي حضرتك هتسبقني على القاهره ويوسف هيبقى معاكم هيقوم باللازم وهيوريكم المكان انا عندي هنا مشوار صغير وهحصلكم خير في مشكله ولا حاجه لا خالص يا عمي ما تشغلش بالك طيب يا ابني خدوا بالكم من نفسكم تمام يا عمي سلام وقفل الخط وبس يارا احنا رايحين فين رد عليا انت ما بتردش ليه ماليش مزاج ارد ومش عايز صداع لغايه اما نوصل طب خلينا وراهم وروح مشوارك بعدين اخراسي ست يارا وحاولت انها تخلص من قلقها علشان تستفزه يارا في نفسها استرها يا رب استعنا بالشقه بالله وصل العربيتين للقاهره وجدوا الجميع في استقبالهم نزل رأفت وراح كلهم وراه دخلوا البيت وبدأوا يتعرفوا على بعض من أفراد العيلة قعدوا كلهم وفضلوا يتكلموا لحد ما مشي أحمد وعيلته لبيتهم كان بيته يبعد ثلاث بيوت عن منزل عيلة الشافعي مشي يوسف ومراته لبيتهم وكان ورا بيت آدم على طول قعد رأفت مع أخواته لحد ما جه صوت من وراه فين آدم يا رأفت؟ اهدي يا بيبو هيجي ورا مشوار وهيتأخر شوية قالت له عبير. طب فين مراته؟ المرتين اللي جاي فيهم الفترة اللي فات جه من غيرها، هو مش ناوي يجيبها بقى؟ لا ما تقلقيش هيجوا على طول. أما أشوف آخرتها معاك أنت وابنك يا رأفت. وقف آدم في منطقة صحراوية، ما كانش فيها أي مخلوق ووقف العربية. بصت يارا قدامها واستغربت. إحنا بنعمل إيه هنا؟ أنت قلتي بقى إن كلامي مش عاجبك. آه مش عاجبني، أنا هروح أعيش مع أهلي، هتيجي معايا يارا الفيلا وتتعرفي على العيلة وتعيشي وسطيهم لأنك مراتي فاهمة؟ إيه موضوع فاهمة فاهمة؟ أنت فاكرني خبية؟ وبعدين نفسي أفهم أنت متمسك بيا ليه؟ مش أنت متجوزني انتقام وأنت خلاص حققته؟ قلت لي إني مش نوعك المفضل وكمان إني مجرد ورقة محروقة عايز ترميها متمسك بيا ليه؟ عشان ليا مزاج أعمل كده ارتحتي؟ ولا أنت خايفة؟ خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة تفضلي جنبي يمكن تحبيني تاني انت مجنون انا احبك ده المستحيل بعينه مستحيل ليه ما انسي حبتيني مرة مش صعب يعني يحصل تاني علشان كده عايزة ابعد عنك سكتتي يعني عشان كده مش عايزة تيجي معايا عشان اقرب منك اكتر خايفة تحبيني لا مش خايفة واسكان ده حصل في يوم فعشان كنت فكرك رجلي وسندي بس انت مش كده خالص فعشان كده أنا عمري ما هقع في نفس الغلط مرتين اتألم آدم من كلمة غلطة لو واثقة في نفسك قوي كده يبقى تيجي تعيشي معايا وسط أهلي إلا بقى لو كنتي خايفة قالت يعرف نفسها أنا عمري ما هحبه تاني أنا خلاص نسيته وهو ما بقاش يفرق معايا فيها إيه يعني هقعد معاهم كده كده هيبقى معانا ناس مش هنبقى لوحدنا والله يا آدم لو وريك إنكم في عز الظهر قال إيه كنت ناوية نبدأ صفحة جديدة ده أنا غبية إن أفكر أعمل معاك كده حاجة ده أنا غبية إن أفكر أبدا أي حاجة معاك أصلا قلتلك خايفة خلاص هوديكي بيت أهلك لا هروح بيت عيلتك وهعيش وسطيكوا عشان أثبت لك إنك ولا حاجة بالنسبة لي وإن اللي فات صفحة قديمة واتقلبت بس حسك عينك حد يعرف اللي بينا إحنا اتنين متجوزين ومبسوطين وما تحكيش لحد خالص اتفقنا حاضر يا سي آدم تأمر بحاجة تانية ربنا يصبرني عليكي يا صغيرتي اما نشوف يا ادم يا يا وقف ادم قدام بوابة ضخمة اتفتحت الكتروني ودخل بعربيته المكان كان كبير عبارة عن أربع بيوت كبيرة في اللي متكون من دور وفي اللي من دورين يغلب عليه الطابع الكلاسيكي القديم كأنها بيوت من قديم الأزل لكن قوية وصلبة ما كانش فيها أي خدش فيها حديقه كبيره في النص عشان تعدي عليها العربيات يلا وصلنا دخلوا جوه والناس اول ما شافوهم وقفوا كلهم واول ما شافوا ادم راحوا ناحيته الرجاله والشباب لكن البنات رجعوا لورا في منهم كان على ملامحهم الخوف ومنهم السعاده ودي الحاجه اللي قتلت يارا هي ملامح الحب والهيام ليه تعالوا ناخد تفاصيل العيله ركزوا كويس لاني متاكده انكم هتتلخبطوا آدم عنده عمتين وتلات أعمام، أولا عمته الكبيرة أمينة ودي عندها ستين سنة صارمة جدا وبتحب النظام جدا، الكل بيخاف منها وبيسمع كلامها حتى أخواتها الرجالة، توفى زوجها من عشر سنين هي اللي رضعت آدم واهتمت بيه، أمينة بتحبه جدا وهو الوحيد اللي يقدر يتناقش معاها لأنه ما تعودش يسمع كلام حد أصلا، عندها أربع ولاد آسر سبعة وتلاتين سنة، منى اتنين وتلاتين سنة، طارق 29 سنه ندى 25 سنه وهنتعرف عليهم لان ادوارهم مهمه بعد امينه عمه حسين 58 سنه راجل طيب بس بيحب النظام جدا وكمان كلامه بيتسمع متجوز طنط حنان 50 سنه ست طيبه جدا وحنونه يعني اسم على مسمى بتحب ادم جدا وبتعتبره زي ولادها عندها 3 ولاد هدى 35 سنه وليد 30 سنه واحمد 26 سنه بعد عم حسين في عم مصطفى 56 راجل سكرة وبيحب الهزار والضحك جدا وبيعشق أولاد إخواته كلهم ومحدش بيخاف منه أبدا بالعكس كلهم صحابه متجوز طنط منى ست سكرة برضه 50 سنة صاحبة طنط حنان من زمان دلوعة وبتضحك كتير وبتتضايق جدا من أي حد يحسسها إنها عجوزة بتحب الأولاد جدا عندها أربع ولاد إمبراطورية ميم محمد 33 سنة مروان 28 سنه مراد 24 سنه مرام 20 سنه بعد عم مصطفى في عم رافت 54 سنه ربنا يخليه لينا وطبعا ده غني عن التعريف بعد عم رافت في عم عادل 52 سنه راجل بيحب الحياه جدا وبيكره التعقيد وبيحب الراحه جدا متجوز طنط مديحه 48 سنه ست رخمه جدا ومحدش بيحبها حتى عيالها عندها 3 ولاد سيرين 27 سنه إيمان 25 سنة بسمة 23 سنة وبعد عمه عادل في عمته عبير ودي بقى فراولة العيلة 43 سنة اتجوزت واتطلقت لأنها مش بتخلف وبين وقتها ما فكرتش في الجواز تاني وقررت تعيش حياتها لأبناء إخواتها تبقى صاحبتهم وأقرب واحدة ليهم ومحدش بيقول لها غير يا بيبو دي عيلة أدم الصغيرة المتواضعة ركزوا كويس بقى كان قاعد رأفت وحسين ومصطفى وعادل بيتكلموا والشباب كانوا مع بعض والفتيات كانوا بيتهامسوا حست يارا بالرهبه مسكت ادم واتعلقت بدراعه سلام عليكم رد عليهم وقاموا حضنوه وبسوا بدأت سيارة تتعرف عليهم حبت ندى وبسمه وكمان ايمان هما تقريبا في نفس عمرها ونفس روحها المرحه والافضل كمان انهم كانوا محجبات على الرغم من انه حجاب بسيط جدا اندمجت معاهم لكن كان في شخص مش مرتاحاله يارا سيرين ما كانتش عاجبه يارا لانها لابسه الحجاب بشكل مش صحيح كانت لابسه بنطلون ضيق وتشيرت خلاص كان هيتقطع من كتر انه كانت لابسه حجاب على راسها ونص شعرها باين وده وعشان كده ما عجبتش يارا بعد شويه جت بيبو ومعاها حنان ومنى ومزيحه وراها ما بدري يا باشمهندس وحشاني يا بيبو كده يا ادم كل الوقت ده اخصى عليك حقك عليا المره دي اوعى تكون جاي من غير مراتك زي كل مره لا يا ستي مراتي معايا اهو حضنتها بيبو وقالت لها ما بتجيش ليا وحشه مش عايزه تشوفينا كل مره ادم كان يقول عذر والله نفسي جيلكو من زمان حقك عليا مش هيتكرر تاني يا طنط ايه طنط دي لا انا بيبو بس فاهمه قالت يارا نفسها ايه موضوع فاهمه ده انا باين عليا غبيه ولا حاجه اكيد يا بيبو اتعرفت على حنان ومنى وحست قد ايه بينهم بالالفه بصت يارا المديحه علشان تتعرف عليها اتشرفنا يا طنط ايه طنط دي قولي لي انت او على طول انت او ديحه اه اه حاضر يا طنط اتغاظت منها مديحه انت بقى اللي جابها ادم عشان تبقى فرد من عيله الشافعي ايه ما نفعش والله يعني لا والله ما تقولي حاجه ما تحرجنيش عارفه ان مفيش مني اتنين بلاش تمدحي فيا اصلا وانتي بقى خريجه ايه ولا ما درستيش ايه انا بعيدة عنك دكتوره شفتي بقى وحضرتك يا طنط تاني طنط بيئه قوي هي ايه دي طنط ولا حضرتك انتي بتغلطي فيا استغفر الله يا طنط ده انتي في مقام جدتي جدتك؟ ده انا اصغر منك. أكيد أكيد طبعا وكل الموجود يشهد لك. أُف أنا ماشية. الجميع كان كاتم ضحكته ما عدا سرين طلعت ورممتها مامتها. قال له عادل لا واضح إنك اخترت زوجة مناسبة جدا وطالما عرفت تتعامل مع مديحة يبقى اتجوزت المرحلة الأولى. هو أنا دخلت مباراة عالمية؟ قالت لها إيمان أنت دخلتي الأولمبيات يا بنتي. بس أمانة تعلميني عشان أعرف أتعامل مع ماما زيك كده. لا ما أنا شاطرة قوي في دروس التقوية. على العموم إيه المرحلة الجاية؟ قالت لها ندى أهم المراحل هي مراحل مامتي العزيزة مدام أمينة وفي كمان أخويا آسر وكمان وليد ومراد بصي بصراحة في كتير